بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي للجائحة العالمية الناتجة عن فيروس سارس كوف 2 في بلادنا. فلا يزال فيروس سارس كوف ينتشر بشكل نشط في صفوف المواطنين، حيث سجلت في 24 ساعة الأخيرة 1230 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 33237 حالة إجمالية منذ أول حالة في 2 مارس 2020. سجلت 86% من 1230 حالة جديدة بأربع جهات، وهي جهة الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي، فاس مكناس، وطنجة، تطوان، الحسيمة. كما سجلت 935 حالة، أي بمعدل 76% من الحالات الجديدة المسجلة في 24 ساعة الأخيرة في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر. وهكذا فإن معدل الإصابة التراكمي إلى قبيل قليل في المغرب أصبح يساوي 91.5 لكل 100,000 نسمة. كما أنه في 24 ساعة الأخيرة من كل 100,000 نسمة مواطن مغربي أصيب معدل 3.4 في المعدل طبعا. وتفصيلا، فإن الحالات 1230 الجديدة سجلت على النحو التالي حسب أقاليم وعمالات وجهات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 411 حالة، من بينها 367 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 20 حالة بالمحمدية، 16 بمديونة، و8 بالجديدة. جهة مراكش أسفي 335 حالة، من بينها 314 حالة بمراكش، 11 باليوسفية، 6 بأسفي، وجوج بكل من أرحمنا والحوز. جهة فاس مكناس 171 حالة، من بينها 91 حالة بفاس، 38 بمكناس، 24 بمولاي يعقوب، 11 بتازة، 5 بإفران، وحالة واحدة بكل من الحاجب وصفرو. جهات طنجة، تطوان، الحسيمة 144 حالة، من بينها 131 حالة بطنجة، 6 بوزان، 5 بتطوان، وحالة واحدة بكل من العرائش والمضيق الفنيدق. جهة الرباط، سلا، القنيطرة 71 حالة، من بينها 28 حالة بسلا، 17 حالة بالرباط، 10 حالات بتمارا، 7 بالخميسات، 5 بسيدي قاسم، 3 بقنيطرة، وحالة بسيدي سليمان. جهة درعا، تافيلالت 55 حالة، من بينها 27 حالة بورزازات، 14 حالة بتنغير، 5 حالات بكل من زاكورة والرشيدية، وأربع حالات بميدلت. جهة بني ملال، خنيفرة 27 حالة، من بينها 17 حالة ببني ملال، 7 حالات بأزيلان، و3 حالات بالفقيه بن صالح. جهة سوس مسة 6 حالات، 3 حالات بتزنيت، حالة بكل من أكادير الدوتنان،
طاطا وتارودانت. جهة الداخلة والداب 5 حالات بالداخلة. جهة الشرق 4 حالات، حالتان بجرادة وحالة بكل من الناظور وفيجيك. وأخيرا سجلت حالة واحدة بإقليم طنطان بجهة قليميم واد النون، في حين لم تسجل أي حالة جديدة ولله الحمد بجهة العيون الساقية الحمراء. إذن هذا هو التقسيم الجغرافي المفصل ل 1230 حالة اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة، واللي قلنا بأنه معدل الإصابة يساوي 3.4 لكل 100,000 نسمة. هذا المعدل طبعا يرتبط بعدد الحالات وعدد السكان، فبالتالي حسب جهات المملكة فإن الجهة الأكثر إصابة هي جهة مراكش أسفي بما يناهي 7 الحالات لكل 100,000 نسمة، تليها جهة الدار البيضاء سطات ب 5.5 لكل 100,000 نسمة، ثم فاس مكناس بتقريبا 4 حالات لكل 100,000 نسمة، فطنجة تطوان الحسيمة ب 3.7 لكل 100,000 نسمة. هذا هو التوزيع الجغرافي وكذلك نسبة الإصابة في 24 ساعة الأخيرة حسب الجهات المملكة. تم استثناء 21,103 ديال الحالات من كونها مصابة بالمرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليصبح مجموع الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 1,416,731. هذا هو مجموع الحالات المستبعدة في المغرب، وهكذا المغرب يبقى دائما محتلا لمراكز متقدمة في أفريقيا، فالمركز الثاني أفريقيا من حيث عدد التحاليل المجرات، والأول دائما يتصدر دول شمال أفريقيا من حيث عدد التحاليل التي أجريت. للأسف الشديد سجلت 18 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا منذ بداية هذه الجائحة إلى 498 حالة وفاة بالمرض، رحم الله الجميع. الحالات 18 المسجلة على الصعيد الوطني في 24 ساعة الأخيرة، سجلت 6 منها بالدار البيضاء، 5 بكل من طنجة وفاس، وحالة وفاة بكل من الناظور وأكادير، رحم الله الجميع. ولله الحمد والشكر دائما وأبدا كاين أخبار سيئة، ولكن في نفس الوقت كيكونوا أخبار حسنة. ولله الحمد سجلنا رقما قياسيا في 24 ساعة الأخيرة من حيث التعافي، فقد تعافى بحمد الله وشكره 1,157 حالة تعافيا تاما من المرض، ليصبح مجموع المتعافين في بلادنا من هذا الفيروس 23,347، أي بمعدل تعافي يساوي 70%، الحمد لله. ومنه فإن الحالات النشطة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت هي 9,392 حالة، ويبقى هو نفس المعدل لم يتغير، 26 لكل 100,000 نسمة. الحالات النشطة دائما نفس الجهات، وإن كان يطرأ بعض التغيير في ترتيبها فإن نفس الجهات تحتفظ بأكبر عدد من هذه الحالات، وهي جهة الدار البيضاء سطات 2499، تاليها جهة طنجة تطوان الحسيمة 2215، ثم مراكش أسفي 1633 حالة نشطة، ثم فاس مكناس 1532 حالة نشطة.
بعد ذلك هناك جهة الرباط سل القنيطرة التي بدأت تقترب شيئا فشيئا من الألف، وأصبح عدد الحالات النشطة فيها 827 حالة نشطة. فجهة بني ملال الخنيفرة 238، ثم درعاتة فيلال 898، جهة الشرق 103. بعد ذلك نجد جهات فيها أقل، أربع جهات فيها أقل حالات نشطة أقل من 100، وهي جهات سوس ماسة 54 حالة نشطة، ثم العيون الساقية الحمراء 43، فالدخلة واد الذهب 40، وفي الأخير هناك جهة قلميم واد النون التي فيها أقل عدد حالات نشطة على الصعيد الوطني، وهي 10 حالات نشطة. بالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة، فقد بلغ عددها قبيل قليل 116 حالة خطيرة أو حرجة، من بينها 46 تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه الاختراقي وغير الاختراقي. تنقسم الحالات النشطة، عفوا الحالات الخطيرة أو الحرجة حسب جهات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء 46 حالة خطيرة، من بينها 28 حالة حرجة تحت التنفس الاصطناعي. بعد ذلك مراكش أسافي 31 حالة، من بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي. ثم طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة خطيرة، من بينهم جوج تحت التنفس الاصطناعي. فجهة فاس مكناس 13 حالة، قلنا طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة، جوج منهم تحت التنفس الاصطناعي. فاس مكناس 13 حالة، من بينهم 8 تحت التنفس الاصطناعي. الرباط سلا القنيطرة 12 حالة، من بينهم 6 تحت التنفس الاصطناعي. وتوجد حالة خطيرة بسوس ماسة تتلقى العلاج بأكادير الدوتنان، وتوجد حالة تحت التنفس الاصطناعي بجهة بني ملال خنيفرة، كما توجد حالة خطيرة بالجهة الشرقية طبعا دون في قسم العناية المركزة، يعني ليست خاضعة للتنفس الاصطناعي. ونختم بمعدل توالد الحالات الذي أصبح يساوي في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 1.27. تلكم كانت آخر المعطيات الوبائية المتعلقة بالجائحة العالمية الناتجة عن فيروس سارس كوف 2 في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.